السلام عليكم، مرحبا بكم في وصول من وصفات طبخ ليلى. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم طريقه تحضير الحرشاب ديال الفران بمقادير جد بسيطه ودقيقه تحضر. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه كنبداو بها كناخذوا السميده رقيقه، عندي 500 غرام ديال السميده رقيقه. غادي نزيد عليها كاس صغير ديال الزيت المائده وغادي نبسبسها بايدي. كندخل الزيت كامله في السميده، كندخلها مزيان. كيف كنلاحظوا ولات على هذا الشكل. صافي دابا غادي نزيد السكر، غادي ندير 3 المعالق كبار ديال السكر. غادي نزيد قبصه ديال الملح، فاني 7 غرام ديال الفاني، جوج خمارات ديال 7 غرام، ومعلقه صغيره مع مرش ديال الخميره ديال الخبز. غادي نخلط هادشي كله مزيان. وغادي نزيد نص اترو ديال الحليب دافي. غنخلطو مزيان. انا عندي وجدت المعله الغليظه من قبل، دهنتها بالزبده ورشيتها بالسميده رقيقه. غادي ندخلها للفران حتى كطيب مزيان وتحمر من الفوق ومن التحت وكنخرجها. قبل ما ندخلها للفران غادي نرشها بسميده رقيقه من الفوق. صافي دابا طابت الحرشه ديالنا، خليتها تتحمر حتى من الفوق. كيف كتلاحظوا راه كتجي رطبه ماشي عاسحه. غادي نقلبها في الطبسيل ديال التعظيم، غادي نقطع منها طريف. بقى سخونه هي، احسن تخليوها حتى تبرد باش كاع ما تفرتت. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها بالصحه والراحه.